انهيار أمني كبير وخروقات متكررة تشهدها العديد من مناطق محافظة ديالى، لا سيما مسلسل الاغتيالات وانتشار السلاح وسطوة الميليشيات التي تدير الملف الأمني في ديالى. أهالي المحافظة قالوا إن الاغتيالات طالت جميع فئات المجتمع من مواطنين وناشطين، وصولاً إلى تصفية الحسابات بين شركاء العملية السياسية. هنالك اغتيالات بحق الناشطين وبحق بعض السياسيين او بعض المرشحين اكثر شيء، وبعض الناس المعروفه في قضاء شهربان وقضاء مدينه بعقوبه وفي محافظه ديالى بالذات. كلما قربت الانتخابات المبكره كلما ايقنت هذه الجماعه المسلحه والعصابات المسلحه والميليشيات ان هذه الانتخابات ربما تعرض وجودهم و مصالحهم إلى الخطر، وبالتالي يلجؤون إلى الإقصاء والتهميش وإلى محاولة الانتقام من بعض المرشحين الذين ربما يكونون خصما في هذه الانتخابات. وبالتالي لا بد أن يكون للدولة والحكومة المحلية من والقوى الأمنية في المحافظة من دور في محاولة كبح جماح هذه العصابات المسلحة الإرهابية التي تحاول تعكير الأجواء الأمنية في المحافظة. سكان ديالى حملوا أيضا الجهات الأمنية مسؤولية الانهيار الأمني في المحافظة وعدم جديتها في معالجة هذا الملف. لحد الآن ديالى هي وضعها مو مستقر، وضعها يعني الأمن بصورة عامة هش. نتمنى أن تكون الأجهزة الأمنية تأخذ دورها الفاعل في سبيل السيطرة على كل الوضع الأمني بديالى، وخاصة الطرق اللي مؤدية مثلا من بعقوبة إلى المقدادية، من بعقوبة إلى خناقين، إلى هاي الطرق الأساسية ورابطة ديالى بالمناطق الشمالية. هناك يعني نسمع أو حتى على مستوى الإعلام الفضائي أكو هناك اغتيالات وأكو معاد اغتيالات مستمرة بهذه الطرق هذه بالذات يعني. وتستمر معاناة أهالي ديالى مع استمرار الميليشيات ببسط نفوذها على المحافظة المرتبطة حدوديا مع إيران أمام عجز القوات الحكومية الواضح، وهو ما انعكس جليا في الاستعراض العسكري لميليشيات الحشد الذي أقيم مؤخرا في المحافظة.